البعض حريص على اجتزائه، وكنت انت ضحيه هذا التزييف. الحلقه الماضيه يا جماعه المهندس عادل اتكلم على منجدته وتاكيده وتقديره لقيمه الكابتن احمد فتحي اللي محدش يقدر يختلف عليها. من المؤكد يطلع موقع زي موقع في الجول، ما هو احنا ما بنتكلمش في الدره، احنا بنتكلم على الهوا، النص موجود، فيطلع يتقال على لسان المهندس عادلي او ينسب ليه كلام هو ما قالهوش. تبعت انت الكلام الغريب قوي ده؟ لا، ما انا يعني ما كنتش يعني ناوي ان انا ارد فضل الامر لاني معتاد عليه. طب ما سمعك او نسمع الناس، ولان يعني المفروض ان بيني وبين الافراد علاقات مباشره، يعرفوا ايه اللي ممكن اقوله وايه اللي مش وايه اظن الكلام حتى يعني. طيب الكلام ايه للاعب الاستاذ نادر شاوي؟ لا في اي حاجه لاحمد فتحي، والعكس تماما ما نشر منسوبا للمهندس عادل، رغم انه قاله هنا بعظمه لسانه ومفكركم بيه. النهارده كابتن وليد خلاص صفحته اتقفلت وهيقعد في النادي، كابتن احمد فتحي لسه هنعرف رايه. واتمنى بقى من الاستاذ كابتن نادر شوقي يعني ما يستهلكناش اكتر من كده، يعني الوقت ملوش لازمه. خلينا واضحين، 1+1=2، طلباتك اطلبها، قدرنا نعملها اوكي، ما قدرناش نعملها يبقى انت عايز تقرب خطوه ولا مش عايز تقرب خطوه، مسائل بسيطه. واذا ايا كان قرار اللاعب هذا حقه، تاني وثالث ورابع، حق اللاعب يشوف مصلحته دون الاساءه للمكان، حق المكان انه يراعي مصلحته دون الاساءه لمصلحه اللاعب. صحيح. نتمنى على الاستاذ نادر شوقي ما يستهلكناش اكتر من كده. 1+1=2. لا خلي بالك، خلينا نقرب المساله لانه ورانا شغل. انا بيني وبين نادر لغه وتعامل قديم وفاهمين اسلوب بعض. الرساله هو وهو بيتكلم معايا ويعني طيب بص بقى، علشان برضه حته التزييف، اللقطه اللي فاتت من موقع في الجول قايلين المهندس عادلي بيقول اتمنى انه احمد فتحي الا يستهلكنا اكتر من كده. قولوا لي بقى المهندس عادلي اتكلم على احمد فتحي ازاي؟ الكلام كان مقصود بيه؟ لا ده انت او بالاسم ده انت لو جبت بعد كده لما جينا نتكلم على كابتن احمد فتحي ايه اللي انا قلته على كابتن احمد فتحي؟ يعني ما فاتش غير 3 ايام تقريبا. طب ما نشوفه تاني، نشوف احمد الكلام المهندس عادلي عن احمد فتحي نفسه. ولعبتنا اللي منهم نتمنى يطلع 10 رموز. صحيح. باذن الله موضوع كابتن احمد فتحي لو مصلحته ان يستمر في الاهلي هنبقى سعداء وسعداء جدا. طب افرض ان هو عايز يلعب ويلعب بره، هذا حقه. لكن طالما ان هيقولوا بالوضوح وبالصراحه ويظل التقدير المتبادل بينه وبين النادي الاهلي موجود، فزي ما الاهلي هيظل مكانه في قلبنا كلنا وفي قلب النادي الاهلي وجماهيره. لكن نتمنى الكابتن احمد فتحي والله مخلصا لمصلحه الاهلي ولمصلحته ان يبقى في الاهلي. طبعا. قسما بالله المهندس عادلي بيقسم، واتمنى انه احمد فتحي انتوا جبتوا حته واحنا قلنا في النص برضه يبقى في الاهلي لصالح الاهلي. يعني في حته ثانيه بقول له هنبقى اسعد الناس. اصل بص الكابتن احمد فتحي بالذات الناس بتحاول كل ما تيجي سيرته هنا انها توقع بيننا وبينه. هو بالذات يعلم ايه العلاقه الخاصه قوي اللي بتربطني من ايام شيفيلد وصينيه البطاطس في شيفيلد. ده انا حفظتها. كابتن احمد كان فاضل ما جاش في موسم انتقالات. صحيح. الوحيد اللي خلص بشكل رسمي مش في موسم انتقالات. ليه هذا الكلام؟ لان لقينا ان في دوي على ودنه كتير. وهو ده كان يعني تقريبا الزمالك ساعتها اعلن ان هو ضمه وحجز له مكان في القائمه. ما علينا يعني، انما فكنا في لجنه الكوره. رحت انا فاتح الموضوع. يا جماعه هو انتوا اذا كنا عايزين الكابتن احمد فتحي ما تستنوش لموسم الانتقالات. لازم يخلص دلوقتي. يا عادل ده هو دلوقتي حتب وبعدين افرض خلصنا دلوقتي هنلاقي إيه حل باذن الله. كاظم الكويتي كان. ما هو انا بس عشان كابتن احمد ما يعني لما حد قال له حاجه يعلم ان لا يمكن ده
يطلع إساءة مني ناحيته، لا يمكن، لأن اللي أنا عملته ما عملتوش في حياتي بهذا الجهد وهذا إنك عملت حل ثلاث، ده في ثلاث أربع مشاكل هكلمك فيهم دلوقتي يعلمهم هو، يعلم قد إيه كان حرصي إنه مش بس يجي الأهلي، إنه لازم يلعب وينتظم لحد ما يجي ميعاد الانتقالات. إزاي أخلصه من شيفيلد ومن الناحية القانونية ما يبقى لي حق إن أنا أوديه إعارة لأي نادي تاني. هحكي لك بسرعة كده الموضوع. أنا رحت قابلني الأستاذ سمير السيد في هو يعني المطار. المطار بره شيفيلد ب 100 كيلو. الساعة 12 بالليل اتحركنا ورحنا الكابتن أحمد، فيعني قابلنا مشكورا، كانت الساعة تقريبا واحدة. قعدنا نتكلم وبتاع، المدام سهرناها معانا، وبعدين قالت طبعا انتوا جايين ولا واكلين بالكرم المصري الجميل ست بيت. ببساطه شديده انا عامله صينيه بطاطس تنفع، كنا صينيه بطاطس جميله جدا، وكنا لقمه وعيش وملح، وخلصنا الكابتن احمد فتحي كانت 6 الصبح. طيب عايزين نروح شيفيلد نجيب الاستغناء ونعمل بقيه الاجراءات. رئيس النادي مسافر في سويسرا، كلمناه في سويسرا، كلم مدير النادي، النادي بيبقى اجازه يوم السبت، فتح لنا النادي مدير النادي عشان ناخد الاوراق وناخد كل المستندات اللي تسمح لنا ان احنا. كابتن احمد خلص دلوقتي، استلم شيكو شيفيلد، احنا دلوقتي من اللحظه دي يبقى من حقنا نعيره. طب في الثلاث اشهر دول هنعمل ايه؟ كانت قصه بقى ان انا اسعى ان انا اجيب له عرض لحد ما لقينا كاظمه وسافر الكابتن احمد فتحي. هو ده ليه كله؟ لإدراكي بقيمة الكابتن أحمد فتحي، ولإدراكي بحرصه أنه يجي النادي الأهلي. فما فيش حد شاكك في العلاقة الشخصية، لكن أنا لما بكلم مدير، لأن هو أنا ليه وجهت كلامي للكابتن نادر؟ لأنه اتقال وقتها الكابتن أحمد فتحي موجود في أجازة سخنة، واللي بيتفاوض نادر شوقي يعني تقريبا باعت الموضوع، ربما يكون محرج مش عايز يتكلم غير لما يوصل لنتيجة، كل دي حقه، وعلى فكره وحق الوكيل بتاعه يستخدم اي اسلوب في التفاوض يجيب لي اللاعب بتاعه، لكن هذه علاقه فيها عشب بيني وبين نادر. بقول له يا نادر بقى خلصنا، ما يعني بقول للنادر فتطلع الكلام وان انا هاجمته ويزعل كل ده مش مش, مش 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 انا مستوعب انه هيخلص لما كان حقيقه. لكن الفكره كلها بقى اللي ضايقني حقيقي ضايقني، ما كنتش عايز اتكلم الحقيقه، لما يطلع ناس محسوبين علينا هنا، يطلع واحد من دور اخواتنا الصغيرين اللي هو محلل، المفروض المحلل ده بتاع موضوعيه، لا بيقول راي ولا اجتهاد، ده بيقول عناصر وبيوصل لنتيجه، فده راجل بيحلل ماتشات وبيحلل مواقف. وحاولت رنيت له رنه كده ما مردش، خلاص كنت عايز افهم ايه اللي اتنقل له عشان يعلق هذا التعليق اللي ما كانش حريص. المحلل ده بيبقى حريص انه يعرف يا استاذ ابراهيم يستكمل معلوماته معلوماتك، وانا مش بعيد عنك بيبني عليها، وانا مش بعيد عنك. انما التعليق اللي انا ارى بقى، وده اخطر ما في سقوط الاحترام. سقوط الاحترام طبعا. ما عادش في حد بيحترم حد. بقى في تجرؤ كتير لما يلقح بيقول لك معقوله في 2020 ده يبقى اسلوب التفاوض مع لعيب من اهم لعيبه. يا سيدي خلاص، يا ريت تقول لنا في 2020 الناس بتتفاوض ازاي، او هو ايه الاسلوب اللي انا بتفاوض بيه. انا عايز اقول وانا مش زعلان منه خلاص، يعني هو خلاص هو حر في رايه يعني، ولا قصدي ان انا اعمل مشكله يعني، ولا انما اللي انا مداش يقول لك 2020 ان انا اقول للوكيل مش عايزين نطول في الموضوع. عارف ليه مش عايزين نطول يا استاذ ابراهيم في الموضوع؟ هو لو كلمني كنت هحلل له لهذا الموضوع قبل ما يكتب بالصيغه دي. اولا خلى نادر شاوي يقول لك اصل العقد ما عندوش التفاصيل ال نادر شاوي وده حقيقي. انا مش محدش طالب مني التدخل لحد دلوقتي في هذا الموضوع، ده حقيقي. صحيح. انا ما اتكلمت كاعلامي وكراجل على درايه بالشخصيات اللي بتدير هذا الملف، وفي عشم بيني وبين نادر يخليني اكلمه كده، وكلمت نيناتو بعديها وقعد يضحك ويهزر، قلت له نادر بلاش الطريقه دي. لا، وكان نادر مصمم هو يقول، وهاني سعيد في بيراميدز يرد، يعني بيراميدز يطلع بيان ويقول
احنا مش معنيين، مع كل التقدير لقيمه الكابتن احمد فتحي، بس ما قدمناش عرض، ونادر مصمم انه في عرض يا سيدي. يعني ده مالناش دعوه، انا دي بقى اللي مش عايز اخش فيها. دي بتاعت نادر. دي بتاعت نادر. انا بقول لنادر ليه، بقول له ما تطولش، التطويل هيدي فرص للتدخل اللي من النوع ده. تمام، دي مهمه جدا. تمام. التطويل هيدي فرصه للتدخل الغير مرغوب في علاقات الاهلي بلاعبته وبكوادره. هو زي بالظبط موضوع حسام عاشور، وعرضناه المره اللي فاتت، وعلى طول